واخيرا فزورو والدهانو كسرت وشه اخواتي. اوكي اوكي انت تشوف مدعك يا حبيبي. انت مجموعة رملي دقي حريه يا باشا القدره. بس اخواتي دي المجموعه دي جباره جباره. انا ليش بزلي لازم اضربه بالثلاثه وانت تضربه ب 1200 دي له على قفاه حبيبي وابو 3000 مثل على ودانه اكسر مناخيره يا حبيبي حبيبي حبيبي. يعني احنا فخامه بصراحه مجموعه بصراحه جباره جباره جدا. طبعا بصراحه دي مرتبها هسي يعني انتوا عارفين يعني حبيبي مستوانا بيتعلى برضه حبيبي. مساء الخير وصباح الخير اعزائي المشاهدين. حسابك تشوفون فينا رشا لافات انا مع بعضنا لعبه يوجيو مستر دون. بس اتمنى انك في الاول تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك اخواتي عشان نستمر في الفيديوهات اكتر اكتر. طبعا انا فاتت كم بيك تختفي السلسله بس لسه لازم انا مرحله التعليم فبصراحه انا يعني مش عاوز الصراحه المراحل دي تخليني ملي يعني اخواتي. فبصراحه كتر خيركم. حبيبي خلاص يا حبيبي خلصنا. يا ابني اخيرا فتحت اللعبة. هو يلعب له ولا ايش؟ حبيبي يا فرس الظلام انت احسن من الارنوب. عاوزك بص تعمل هنا منظر. ايوه كده يا حبيبي يخرب بيتك. 1600 من اولي انا حوش معايا 1900 برضه عافي. ماشي تعالي ايه الورقة تفخده. المشكلة هو يقعد يشرح لي يعني مش فاهميني فانا مش عارف بصراحة بالملي يا اخوات والله ما بيسيبنيش كده. طلع الحماس اللي جواي. افعل ورقة فخذي تمام. بيقول لي هات الوحش دي وهات ده وهات ده معاه حبيبي وهات دي ده قدام المقبرة. تعال هني ربيتك زي جمدهم يا فخامة. خوته ضعيفة 1400 قديش بصرة. تمام تمام وريني يا صاحبي ايه تاني. تمام فعل قدرة المقبرة. تمام اخواتي استدل الورقة دي حبيبي درجاتي تاني اسطورة اسطورة. تمام شغل ورقة فخ اخواتي برضه تاني. المرة دي اختار 20 دول نختار اي واحد فيهم مش فاهم. ماشي حبيبي ننزل على دي. تمام يا باشا وريني يا صاحبي. الله على الجرافيك الله على الفخامه 2500. لا انت تستاهل بقى الدك على دي حبيبي. طيرها ده رجعتي بس خلاص هو ما اتصل. ضربه واحده خلاص تاهوا على كده. واخيرا فزورو والدهانو كسرت وشه اخواته. اوكي اخيرا خلصنا مرحله التعليم المعفنه دي حبيبي. بس كسبت نقاط. خش اخواتي. طبعا اخواتي نخش التحدي. طبعا احنا مختارين مجموعتنا ترابلي جي. يلا اخواتي تشوف الدمار. طبعا الصراحه باللعبه دي من امتع اللعب اللي انا لعبتها بصراحه. حبيبي وريني. الله هو يلعب الاول. ماشي العب يا صاحبي بس انا عندي كم ورقه حلوين. يخرب بيتك ورقه الدم عند 1900. اصبر مش هحنيك. اول حاجه نزل ورقه فخدي. ماشي نسحب الاول. ماشي حبيبي بصوا انزل ورقة فخذي مقلوبة أول حاجة ده شيء أساسي. بعد كده استخدم الوحش ديتي مفعل قدرتي حبيبي. تمام اخواتي ونضحي بالأميرة دي أو مش عارف الملكة دي حبيبي يا صاحبي. بعد كده نضحي بنرفل. تمام اخواتي كي اخواتي نستدعي الوحش دي حبيبي. نشغل ورقة فخدي حبيبي. تعال يا صاحبي حبيبي
تمام يا اخوان. ننزل الوحش دي حبيبي ونشغل قدرته. اخرب بيتك. ننزل اخوات ورقة الفخ دي. طبعا اخواتي الوحش اللئيم ده اللي فوق لغى قدرتي، بس انا كويس عندي ورقة الفخ دي تيبشي. سيجي فكر يوجو. بس المشكلة لو نزل وحش تاني هيضربني برضه. حبيبي هيجمر. شغل ورقة الفخ دي يا اخواتي. تبطل مفعول على طول. شوف مين حتاخد ورقتنا احنا ولا ورقته هو. استدعي نيرفن يا اخواتي. تمام. حبيبي. 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 ونجمودهم يا اخواتي. اوكي. اوكي. انت هتشوف مدعك يا حبيبي. انت مجموعة ترابل دقيق. وريني يا باشا القدرة. وريني. 2300. ايوه كده يا صاحبي. هو دمج برضه. هو 2900. يخرب بيت. يخرب بيتك تاني مرة. حبيبي. نضحي بيه. ونضحي بنرفن. ونجمودهم اخواتي. حبيبي. نستدعي يا اخواتي الوحش. وحش ديت. ونضحي بالبيت. لا ده انا جبتي. تمام يا اخواتي. نضحي بنرفن. خرب بيتك برجع ورقه. شغل اخواتي ورقه فخذي. كسر وشه. سير وشو. تمام خاطر شغل ثواني اول حاجه نسحب ورقه. ماشي حبيبي. طبعا طبعا اخواتي نشغل وحش دي. نرمي اخواتي نرفن. تمام تمام يا اخوي. شغل قدره الوحش دي. نرمي البيت. اوكي هنا. اوكي يا اخواتي. تمام. دي باخواتي الورقة دي اللي هي 4 دمج. ديتي. وديتي. وريني يا صاحبي. وريني القدرة. بعد السنقات تكون قوية. تديني في وش الله على الفخامة. 300 ونشغل قدرتي. لا فخمت الفخامه 5300. ده انا هكسر لك وشك. تمام. ده انا هكسر لك وشك. اصبر علي بس. تعال يا حبيبي. الله عليك يا باشا. تمام. اهجم عليك. بص انا كسرت وشك قريب. بص خد كده ال 5000 علم لي عليها. حبيبي. بص اخوات دي المجموعه دي جباره جباره. انا ليش بذل لازم اضربه بالثلاثه. وانت تضربه ب 1200 دي اللي على قفاه. حبيبي وابو 3000 مثلها على ودانه. اكسر مناخيره يا حبيبي. حبيبي حبيبي يعني احنا فخامه بصراحه. مجموعه بصراحه جباره جباره جدا. طبعا بصراحه ده مرتبها هسي يعني انتوا عارفين يعني. حبيبي مستوانا بيتعلى برضه. حبيبي شوف اخواتي ورق كسبناه. حبيبي حبيبي. وبكده يا اخواتي طبعا يكون فيديو النهارده انتهى. يا ريت اخواتي عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك اخواتي عشان نستمر في فيديوهات اكتر واكتر. اقعدوا معايا يا اخواتي. سلام.